مباشرة من اسطنبول عبر الهاتف ينضم إلينا الصحفي أحمد الرمضان. أحمد، أهلا بك معنا. هل تمت معرفة الجهة التي نقل إليها مختطفو قسد في الطبقة؟ في البداية مساء الخير لك ولمتابعين قناة أورينت نيوز. نعم، في الحقيقة العشرات من المختطفين بشكل مستمر أو من المعتقلين في الطبقة ومحيطها أو حتى في مدينة الرقة على يد قسد. قسد تنقل أغلب هؤلاء المعتقلين إلى سجن أبو غزالة في الطبقة بالقرب من الكراجات. السجن ذو صيت سيء. لقد وثقنا خلال الفترة الماضية أكثر من 8 قتلى على يد قسد في هذا المعتقل تحت التعذيب. أغلب هؤلاء السجناء يذهبون للتجنيد الإجباري. أما من يكون له تهمة الانتماء أو التعاون مع تنظيم داعش أو درع الكرات فقد يقتل تحت التعذيب. ولكن قسد تروج دائما إلى أن جميع الموجودين لديها في السجون هم خلايا لتنظيم داعش، هل هذا صحيح؟ في الحقيقة الفترة الماضية كثرة الإدعاءات والإدعاءات قسد بهذا الموضوع. أكثر من 1000 معتقل في مدينة الرقة ومحيطها، فمن غير المعقول أن جميع هؤلاء ينتمون أو يتعاملون مع تنظيم داعش. في الحقيقة إن كان هناك شخص متهم أو شخصين أو حتى 3 أو 4 لا يعدوا تلك الأعداد، ولكن قسد تعتقل العشرات بشكل يومي بتلك التهم لسوقهم للتجنيد الإجباري. هذا الهدف الأول. نعم، أحمد رمضان الصحفي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.